سلام. اليوم غادي نهضر لكم على واحد الموضوع مهم واللي هو الهيت كومنتس. لا ماجوريتي ديال داكشي اللي كنقرا لي كومونتير ولا ميساج كنقراهم في انستغرام والحمد لله بوزيتيف بزاف كيشجعوني بزاف وصافي في انورمون بليزير. باغ كونط ملي دخلت الفيسبوك اما سوربريز كنشوف بلي كاينين دي كومونتير اللي ديال الكره لواحد الانسان اللي ما كتعرفوش. كل خيرا او اصمت. كيفاش اننا نتصرفوا ملي نقدروا نتعرضوا لشي نوع من السلبيه بحال هذه في الانترنت؟ اول حاجه هي اننا ما خصناش ناخذوا هاد لي كومونتير بيرسونيلمون. هادشي ما كيعنيش ان الخدمه ديالك ولا انت اللي ما مزيانش، يعني متعلق بالشخص اللي كتب اكثر من انه كيتعلق بك انت. ثاني حاجه مهم بزاف اننا ما نساوش اننا حنا اللي عندنا لو كونترول على لي باج ديالنا، سورتو الا كان عندكم شي بيزنس ولا شي حاجه ديال الخدمه بحال ان بوتي موند اللي حنا اللي غادي نتحكموا فيه. دونك ملي يكون واحد لي كومونتير سلبيين عندنا الحق اننا نسوبريميهم، نقدروا نديروا سوا ديليت ولا هاي. واذا كان شي واحد عنده دي كومونتير متكررين اشاك فوا سوا غادي تبلوكي هذاك اليوزر ولا تقدر تريبورتيه، يعني تقول فيسبوك بلي هاد السيد راه كيدير ولا شي حوايج اللي ماشي مزيانين. وثالث حاجه هي انك خصك تفوكسي على البوزيتيف فيدباك، يعني تركز على اي حاجه زوينه قالوها لك الناس، لي كومونتير زوينين، لي ميساج زوينين بزاف اللي كيوصلوك ولا اللي كيكونوا من لونطوراج ديالك. وما تنساش تحاول سيليبريتي شكر راسك بطريقه ما على دوك الانجازات الصغيره اللي كدير ولا دوك المبيعات الصغيره اللي كدير، ان بيتي كادو ولا ان بيتي كادو ولا شي حاجه اللي غتخليك دائما متفائل وعندك ثقه في راسك في هذيك الخدمه اللي كدير. كخلاصه اننا نتوصلوا بلي كومونتير سلبيين هذه واحد الاكسبيريونس اللي ما زويناش واللي كتقدر تاثر على الناس نفسيا بزاف بزاف. دونك خاصنا نحاولوا اننا نبقاو بوزيتيف، ما نخليوش انهم يبول زعما بول يو داون، يعني يجرك لتحت، ما نخليو حتى واحد يجرنا لتحت. نبقاو نشاريو هذاك الشيء اللي كديروا، نبارطاجيو داك الشيء الزوين اللي كنصايبوا. اي حاجه اخرى بغيت نقولها، ما نساوش اننا عندنا الكنترول، عندنا الكونترول على السوشيال ميديا ديالنا وعلى لي باج ديالنا. دونك نستغلوا هذا الكونترول علاش ما قدرنا. وشكرا بزاف على المتابعه.